التصويت على المادة الفريدة المكونة لمشروع القانون، الموافقون؟ إجماع. انصدق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 0712 يوافق بما وجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 26 شتنبر 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية غيني بيساو وعلى ملحق الطرق المرفق به. نمر الآن إلى النص الثاني المسجل في جدول أعمالنا.